تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم اتصالا هاتفيا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جيير بادرسون للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع على الساحة السورية. وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تطرق إلى سبل دفع التسوية السياسية للأزمة السورية، حيث أكد شكري على موقف مصر الداعم لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا الشقيقة واستقلال قرارها الوطني، وذلك على ضوء تواصل القاهرة مع أطياف المعارضة السورية المعتدلة وبما يضمن العمل على إنهاء الصراع في سوريا. كما جدد وزير الخارجية تأكيد مصر على ضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وداعميها من الأطراف الإقليمية. وأضاف المتحدث الرسمي أن المبعوث الأممي أطلع من جانبه الوزير شكري على نتائج تحركاته مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالأزمة السورية، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية في مساراتها المختلفة. وقد عبر المبعوث الأممي عن تقديره لدور القاهرة المتوازن والداعم لجهود التسوية وحرصه على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد. هاتفيا معنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك، كيف عندي والسادة المشاهدين؟ إذا في هذا الاتصال الهاتفي بين الوزير سامح شكري والمبعوث الأممي إلى سوريا جيير بادرسون، تم التأكيد خلال هذا الاتصال عن التقدير لدور القاهرة المتوازن في هذا الشأن، الحرص أيضا على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد. أهمية هذا الاتصال الهاتفي من وجهة نظرك؟ بداية طبعا الموقف المصري موقف واضح وصريح بأنه يدعو إلى ضرورة المحافظة على كيان الدولة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية بالنسبة للأزمة السورية. هناك أيضا حالة من حالات التنسيق المستمرة مع سواء كان مع مبعوث الخاص بالملف السوري بالنسبة للأمم المتحدة أو بالنسبة للمعارضة المعتدلة داخل الأراضي السورية، وذلك للوصول إلى حلول تنهي عقد من الزمن بالنسبة لهذه الأزمة. الاتصال تطرق للعديد من النقاط، منها على سبيل المثال الحصر، منها أيضا منها وما هي ضرورة توضيح موقف مصر الداعم للأزمة السورية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية واستقلال قرارها الوطني بعدم التدخل في الشأن السوري بالنسبة لبعض الدول الإقليمية أو بالنسبة للجماعات المسلحة المدعومة من الخارج. هناك أيضا من ضمن النقاط الهامة بالنسبة للاتصال ضرورة التصدي للجماعات المسلحة من خلال تكثيف منابع هذه الجماعات والمصادر التمويل لها والبيئة الحاضنة، خاصة نحن نعلم أن الجماعات المسلحة استخدمتها تركيا لزعزعة أمن واستقرار ليس سوريا فقط ولكن المنطقة العربية، شهدنا ذلك في الأزمة الليبية، شهدنا ذلك أيضا في الشمال العراقي. نعم، هي تستخدم أيضا السوريين كمرتزقة الآن. بالفعل طبعا هم بيستخدموا المرتزقة سواء كان السوري أو من جنسيات الأخرى لتحقيق أجندة واضحة وهي نهب ثروات الدول التي تتدخل في قضاياها، بالإضافة أيضا لوجود يعني نفوذ تركي تحت مطامع وللنفوذ التركي في هذه الثروات، وأيضا التدخلات لكسب مزيد من بيئة حاضنة لهذه الجماعات، شهدنا ذلك في الشمال الأفريقي وخاصة في دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. طيب أستاذ محمد، يعني هذا الاتصال من المبعوث الأممي للوزير شكري لإطلاعه على نتائج تحركاته مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالأزمة السورية يبرز تماما أيضا أهمية الدور المصري فيما يتعلق بالشأن السوري، يعني الأمم المتحدة تنسق مع مصر في تحركاتها لحل النزاع هناك. بالفعل مصر استضافت أكثر من اجتماع للمعارضة السورية المعتدلة للوصول إلى حلول، خاصة مع لمحاولة تحريق عمل اللجنة الدستورية المشكلة من قبل الأمم المتحدة وفقا لمفاوضات جنيف. هناك مسارين للمفاوضات في الأزمة السورية، مفاوضات جنيف وهي المعنية بدستور جديد والمعنية بشكل الدولة بعد بشار والحلول السياسية. نعم، بالحلول السياسية طبعا
بالفعل وايضا مفاوضات استانا وهي المعنيه باللاجئين ومعنيه بمناطق خفض التصعيد وغير ذلك. اذا الدور المصري هو دور محوري. الدوله المصريه بحكم وجودها في هذه المنطقه كقوه اقليميه كبيره لها رؤيه في التصدي للجماعات الارهابيه والجماعات التي تزعزع امن واستقرار ليس فقط دول الجوار ولكن ايضا المنطقه. كان لزاما على الامم المتحده ان تستمع الى الراي المصري، وخاصه ان مصر لها دور كبير في حل هذه الازمات. الدوله المصرية حريصة على وحدة وسلامة الأراضي السورية منذ بدء الأزمة السورية أكثر من 10 سنوات. الدولة المصرية كان لها رؤية واضحة في ضرورة التصدي للجماعات المسلحة وعدم وجود بيئة حاضنة لهذه الجماعات وتكثيف منابع هذه الجماعات والتصدي لها وعدم إتاحة الفرصة لها بخلق بيئة حاضنة لهذه الجماعات. وشهدنا أن العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي عانى من هذه الجماعات المسلحة والهجمات الإرهابية، فكان لزاما على الأمم المتحدة أن تستمع إلى الرؤية المصرية في محاولة للتصدي لهذه الجماعات. الآن أصبحت هذه الجماعات ليس بمأمن في سوريا، الآن أصبحت هذه الجماعات محاصرة من قبل الدول المعنية سواء كان دول الاتحاد الأوروبي أو بالنسبة للدول الإقليمية الكبرى في التصدي لمثل هذه الجماعات التي لا تريد الأمن والاستقرار للمنطقة. طيب، يعني دائما ما يكون هذا هو رأي مصر أستاذ محمد فيما يتعلق بأي صراع موجود في الشرق الأوسط، ضرورة التخلص من هذه الجماعات المتطرفة، ضرورة عدم تمويل هذه الجماعات المتطرفة. لا يتعلق الأمر فقط بسوريا ولكن ينطبق هذا على أي قضية في الشرق الأوسط. الموقف المصري هو دائما واضح، هو دائما حاسم، هو دائما معروف. الحل لدى مصر هو دائما معروف. بالفعل مصر هي دولة مؤسسات، ومصر أيضا عندما تدخلت في الأزمة الليبية كان الهدف منها هو الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية. نعم. وأيضا المحافظة على أمن وسلامة الشعب الليبي. عندما وضعت مصر الخطوط الحمراء في سرت الجفرة وضعته لحكي لا يكون هناك أزمة إنسانية في الشقيقة ليبيا، وبالتالي عندما تتدخل مصر لمحاولة للتصدي لهذه الجماعات، إنما هي طبعا ده أكبر دليل على أن مصر وأمنها القومي خط أحمر. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيضا مصر لديها دور كبير أيضا في التصدي للجماعات الإرهابية في سيناء، ونجحت مصر في اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء. إذا مصر الآن مصر تتم عملية التنسيق ليس فقط مع دول الجوار ولكن مع العالم في ضرورة التصدي لهذه الجماعات بعدم إتاحة الفرصة لمزيد من البيئة الحاضنة لهذه الجماعات، وأيضا بتكثيف الدعم سواء كان المالي أو بالسلاح أو من خلال المنابر الإعلامية التي تتيح لهذه الجماعات أن تطل برأسها المسمومة على شعوب المنطقة. يمكن هذه الرؤية المصرية أصبحت جلية تماما لدى يعني العالم كله. أستاذ محمد يعني أدرك تماما خطورة هذه الجماعات ليست فقط في الدول التي بها صراعات ولكن على دول العالم أجمع. يعني وجودها هو تهديد صريح لوجود البشرية. هذا هو الرأي المصري، هذه هي وجهة النظر المصرية التي يستمع إليها الآن قادة العالم. بالفعل طبعا الإرهاب ليس له دولة، الإرهاب ليس له دين، الإرهاب هو الذي يهدد حياة البشرية ليس فقط في دول العربية ولكن شهدنا ذلك. الإرهاب موجود في أفريقيا والجماعات المسلحة موجودة في أفريقيا، وشهدنا عمليات التجنيد وعمليات التدريب التي تقوم بها قطر وبدعم قطري لهذه الجماعات ونقلها إلى منطقة الغرب الليبي. يعني هذه الجماعات ماذا ستفعل؟ هل ستقوم بالتنمية؟ هل ستقوم بالبناء؟ أم ستقول بالقتل والنهب والسرقة لمصلحة هذه الدول وخاصة في منطقة الشمال الأفريقي والصحراء؟ إذا هناك مناطق جاذبة لهذه الجماعات وهي مناطق رخوة بالنسبة لسيطرة الدولة أو بالنسبة لسيطرة الجيوش، وبالتالي تجد بيئة صالحة لعمل مثل هذه الجماعات. الآن مصر من خلال التحاور مع سواء كان مع الأمم المتحدة أو مع الدول الكبرى تكشف حجم هذه الجماعات
الاشاعات وتكشف ايضا الاضرار التي من الممكن ان تحققها بالنسبه لامن واستقرار الدول الافريقيه والدول العربيه، وده هينعكس بشكل واضح وصريح على الاتحاد الافريقي، على الاتحاد ايضا الاوروبي، ومن ثم يكون العالم في حاله من عدم الاطمئنان وعدم الاستقرار، وبالتالي هذه الجماعات لابد من التصدي لها وفقا للرؤيه المصريه لحفظ الامن والسلم في المنطقه. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وهذا التحليل، الأستاذ محمد حمادة الكاتب الصحفي ونائب مدير تحرير جريدة الأهرام. مشاهدينا بهذا بنصل إلى ختام هذه الساعة لمجريات الأحداث من استوديو الآن على شاشة إكسترا نيوز. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.